طبعا كلنا في الفترة اللي فاتت حاسين بدرجات حرارة عالية جدا، مرتفعة جدا، طول الوقت حرانين، مش الطبيعي، مش اللي احنا متعودين عليه بشكل طبيعي. الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع كبير في درجات الحرارة، رغم ان احنا لسه في بداية فصل الصيف، يعني احنا ما دخلناش ما غوطناش في الصيف زي ما بيقولوا. الأيام الجاية بقى واضح ان هي هتكون أكتر أو أكتر حرارة. بالفعل مركز المناخ أعلن انه بعد 21 يونيو أصبحت أشعة الشمس خطيرة بسبب ما يعرف بالطاقة الحرارية يا مصطفى. خلينا نعرف الموضوع ده، وهل الموضوع ده مؤثر علينا؟ وهل لو وقفنا تحت أشعة الشمس بشكل أكثر من اللازم ممكن يعني جلدنا يحصل فيه إيه؟ على الهاتف معنا دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور، ويريد توضح لنا يعني بالتفصيل حقيقة ما يثار حول هذه المعلومة. من بعد 21 يونيو أشعة الشمس ستكون خطيرة. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على كل المصريين، كل عام وحضراتكم بألف خير. أهلا بحضرتك. طبعا 21 يونيو هو الميعاد الفلكي لبداية الصيف الرسمي في مصر وفي نصف الكرة الشمالي، وبالتالي الشمس بتكون عمودية تماما على مدار السرطان اللي بيقع جنوب أسوان مباشرة. أشعة الشمس في الحالة دي بتكون دي أمور فلكية، يعني بتكون قصيرة وبالتالي دقتها الحرارية أعلى. عشان كده التعرض لأشعة الشمس بعد هذا التاريخ مختلفة تماما عن التعرض لأشعة الشمس قبله. حتى درجة الحرارة نفسها لما الناس يعني سمعنا عن حاجة و40 و45 و46 الأسبوعين اللي فاتوا في الموجة شديدة الحرارة اللي حصلت، الكلام ده مش هنسمعه في الصيف، رغم إن الصيف شديد الحرارة ولكن مش هنسمعه، لأن أعلى درجة حرارة مسجلة في مصر بتكون في شهر في فصل الربيع. النهارده اليوم الرابع من اليوم الثالث او الرابع من الصيف الفلكي في مصر، وبالتالي من هنا ورايح هيكون في حذر شديد للتعامل مع الشمس بطريقه مباشره. يعني بالنسبه لاهالينا المزارعين والعمال وغيره وغيره اللي بيتعرضوا للشمس لفترات طويله، يفضل ان انا اكثر الفتره ما يعني ما اخليش اشعه الشمس تتراكم لساعات، كل شويه اقعد في الظل، كل شويه اشرب سوائل. موضوع غطاء الراس الابيض واللبس الفضفاض وبلاش نص الكم وبلاش اللبس الغوامق، ده مهم جدا لكل المواطنين مش للمدرعين بس ولا للي بيتعاملوا مع الشمس، لان خلاص زي ما قلت لحضرتك اصبحت الطاقه الشمسيه اكثر خطوره واكثر حراره عما سبق، حتى لو كان درجه الحراره هي نفس درجه حراره ال 39 وال 38. هنا في فرق كبير جدا في الطاقه الحراريه، ولا قدر الله اللي دائما وابدا بيحصل مشاكل ضربات شمس او غيره، فالناس تخلي بالها من هذا الامر. يعني طب انا عايزه افهم حاجه، هل دلوقتي معنى كلام حضرتك انه من هنا ورايح اشعه الشمس هتبقى بنتعرض يعني في اكتر خطوره مع الوقت؟ يعني احنا بنتكلم في فصل الصيف النهارده والصيف الجاي واللي بعده، احنا كل صيف بنشاهد درجات حراره اعلى من اللي قبله. طبعا ده راجع لظاهره مهمه وخطيره اسمها ظاهره تغير المناخ، كان مصر لها باع كبير في هذا الامر، يعني بالنسبه لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ اللي خرج عنه مخرجات على مستوى الحدث بالنسبه لصندوق الخسائر والاضرار، وده ما كانش الدول المتقدمه وافقت تماما في كل مؤتمرات المناخ السابقه انها توافق على هذا المبدا، لان في النهايه مبدا يلزمها انها تعوض الدول المضاره. التغيرات المناخيه الصيف السنه دي، يعني الصيف السنه دي صيف 24 مؤهل ان يكون اعلى صيف على مدار ال 160 سنه اللي فاتوا، اللي هم اللي اتقاس درجه الحراره فيهم يمكن على مدار 2000 سنه فاتوا. ولذلك نخلي بالنا كويس ان موضوع تغير المناخ اصبحت قضيه مهمه، ولعل اللي متابع لكل مؤتمرات المناخ اللي شاركت فيها مصر على مستوى رئيس الجمهوريه قال دائما وابدا ان قضيه تغير المناخ هي قضيه وجوديه، يعني بتاثر على وجود وحياه الناس، مش مجرد درجه حراره وجو حر وجو برد بالزبط. لا، التغيرات المناخيه قضيه مهمه جدا، في ناس بتموت من الحر، في ناس بتموت من من درجات الحراره، في يعني في مشاكل كتيره قوي. احنا من ساعه بدايه فصل الصيف احنا تقريبا كل يوم بنتكلم عن مخاطر اشعه الشمس والتعرض المباشر لاشعه الشمس في وقت ذروه من اليوم، يعني مشاكل على الجلد، مشاكل على الصحه، في بعض الناس فعلا بيجي لها ضربه شمس وبتموت فيها. ففعلا هو مساله وجود بنتكلم في الموضوع ده يا فندم. الاخبار كلها الوارده مش من الدول الناميه، من الدول المتقدمه، ولعل كم الوفيات الكبير اللي حصل في غرب كندا وفي وسط اوروبا، درجه حراره في ايطاليا
توصل 38.8، يعني 39، دي درجه مميته بالنسبه للاوروبيين. بالظبط. وبالتالي الارتفاع الكبير في درجات الحراره ده كانت الدوله المصريه بالمناسبه، عشان الناس تكون عارفه برضو ان في اجراءات كثيره جدا مصر كبلد خدتها كاجراءات طباقيه ضد التغيرات المناخيه. يمكن زي ايه يا فندم؟ قول لنا الاجراءات دي. حضرتك حاجه نقطه المحاور، اعاده تاهيل كل محاور البلد، المحاور والطرق اللي سحبت كل الكثافات المروريه من وسط المدن وطلعتها بره. تخيل حضرتك لو احنا تعرضنا السنتين اللي فاتت والسنه دي زي ما قلت لحضرتك اعلى درجه حراره بهذا الكم من الطاقه الشمسيه، لا قدر الله كنا نسمع الهند والبرازيل متوفي اكثر من 60 او 70 فرد خلال اليومين اللي فاتوا. وبالتالي كان هيبقى ساعتها حاجه مش كويسه. ساعتها برضو الناس كانت هتزعل وتقول هو الناس بتموت ليه؟ طب ما احنا عملنا الطرق وعملنا المحاور والناس قالوا هو احنا بنعمل الطرق والمحاور ليه؟ صحيح. فالناس تربط الامور ببعضها. خلينا نحاول شويه على المناخ، وحضرتك يعني رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ونتكلم في 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 فحضرتك بتقول لي 2024 هو الاكثر حراره على الاطلاق من 2000 سنه. ايه الاحصائيه اللي بتقول ده وعلى اي اساس بتستند؟ وهل 2024 بالتحديد يعني 25 هيبقى يعني متوقع اقل، ولا لان انا افاكر كويس لان 2023 قال لك اكثر صيف على الاطلاق، 2022 قال لك اكثر صيف على الاطلاق، فاحنا كل صيف بنقول ان هو الاكثر حراره على الاطلاق يا فندم. وهو ده اللي تم توقعه والتنبؤ بيه من نماذج تغير المناخ على مدار السنين اللي فاتوا، والناس احيانا ما كانتش مصدقه ان لا هيحصل تغير واضح في المناخ، وكل سنه هيبقى في مظهر جديد، والموضوع مش انه اعلى درجه حراره. بالمناسبه سنه 23 متوسط درجه حراره الكره الارضيه وصل لدرجتين، خلي بالك العالم كله بيقف وكل مؤتمرات المناخ بتقول مش لازم يوصل درجه الحراره متوسط للكره الارضيه عن درجه ونص، هو وصل درجتين في السنه دي. وبالتالي ومتوقع السنه دي يوصل لدرجتين وواحد من عشره. هذه الارتفاعات الكبيره في درجات الحراره ده اللي خلت الدول المتقدمه نفسها تبتدي تعيد النظر ثاني في كل التزاماتها لمؤتمرات المناخ وخفض انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري. مصر كدوله لا تشارك باي نسبه غير نسبه ضعيفه جدا 0.5%، صح 30%، ورغم ذلك مصر بتتعهد ان يكون كل مصادر الطاقه وهو المصدر الاساسي لانبعاثات الغازات يكون 42% مصادر الطاقه نظيفه بحلول 2030 او 2050. يعني اذا حتى على مستوى قضيه تغير المناخ لا في استراتيجيه واضحه للدوله المصريه انها تتعامل مع هذا الامر. نشكرك الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. ربنا يستر ويسلم علينا كلنا. ربنا يستر ويسلم على المصريين كلهم.